شاء الله اليوم نكمل اللي هو المحاضرة السابقة أو سيكشن 1-3 أو 1-3 اللي هي trigonometric functions. وقفنا عند النوتس ملاحظات مظبوط؟ التحكيلنا على بعض خواص الطرنات المثلثية. نكملها اليوم إن شاء الله. طبعا هذه العلاقات موجودة من الرسم، يعني أنا لو رسمت منحنيات اقترانات الساين أو الكوساين أو رسمت الساين مع الكوساين مع بعض ممكن أستنتج بعض العلاقات. صحيح هذه العلاقات جزء من كم كبير ممكن إحنا نوضحه في صورة مبسطة جدا. يعني مثلا لو أنا رسمت باي على 2 ناقص اكس.
انا بعبر عن ايش؟ اي زاويه تقع في الربع الاول يمكن التعبير عنها باحدى الصور. ممكن تكون هي اكس نفسها، وهذا اكيد لانها حاده في الربع الاول. ممكن اعبر عنها بدلاله باي على 2 ناقص اكس. مثلا لو كانت الزاويه 30 تقع في الربع الاول، 0 زائد 30 ممكن اقول 90 ناقص 60، صح ولا لا؟ ممكن اقول 360 زائد 30 اللي هي 390. فالزاويه في الربع الاول ممكن اعبر عنها باحدى هذه الصور. في الربع الثاني يا بعبر عنها باي على 2 زائد، صح؟ لانها هي باي على 2 وزياده، وزياده اكس، صح؟ او باي ناقص اكس. في الربع الثاني يا باي زائد اكس او 3 باي على 2 ناقص اكس. الا الربع الرابع يا 3 باي على 2 زائد اكس او 2 باي او 0 ناقص اكس اللي هي سالب اكس. حلو الكلام؟ لما تشوفه مكتوب سالب اكس، يعني لو قدامها مكتوب ساين ناقص اكس وساين ناقص اكس، ايش بتساوي؟ بدي اعرف انه لما يقول ناقص اكس يعني في ضمير مستتر تقديره صفر ناقص اكس، صح؟ اوكي بتسوي. لما بدي اعبر انا عن اي زاويه الي شخصيا لما بشتغل عليها بحاول اتعامل ابعد عن ال 90 وعن اللي هي ال 270 او الباي على 2 وال 3 باي على 2. ليش؟ مشابهات بغلبن شوي. مش فاهمين كثير الان بالموضوع. بحب اعتمد على الصفر وال 2 باي وال باي. ها؟ ليش؟ انا بفضل التعبير بعيد عن الباي على 2. لكن اذا انفرضت علي بدي اعرف اتعامل معه. حلو الكلام؟ اوكي. يعني بحب في كل حرس الحدود اتعامل مع صفر 2 باي او الباي. هيك انا بفضل الزاويه. ليش؟ نشوف الكلام الثاني. الزوايا الربعيه ليه حطيناها على حدود اتباع الان؟ صفر 2 باي باي على 2 والباي وال 3 باي على 2. الان انا عندي الزوايا الربعيه، يا اما بقول باي على 2 و3 باي على 2، هذا المعصر المطلوب عندي اللي انا ما بحبوش. بعدين بنشوف ليش. وفي عندي الصفر والباي وال2 باي، تمام؟ لو كتبناهن بالستيني، لو عبرنا عن هذه الارقام بالستيني، بالستيني نعبر عنها. هذه عباره عن 90 وهذه 270، هذه صفر 180 360. حلو الكلام؟ طيب معلش خلوني هيك متجاوزه اشيل الاصفار. حتى لو شفت السكر تبعها بتخلص، احنا بدنا اياها نشوفها. بضل عندي اعداد فرديه واعداد زوجيه، صح؟ طيب الفردي زي الشاب العزابة في الدار، في الدار بكون واحد متجوز، يعني أولاد الدار بكون شيء متجوز وشيء عزابة، بس مش كل مرة واحد، صح؟ أكيد هو الشاب العزابة لما بخش الدار جاي من برا بزق أخوه الصغير هذا، بخبط هذا، بيشد شعره، خطوه، أي حاجة، مش هذا مظبوط ولا لا؟ لكن متجوز أنا بكون سواعد. حلو الكلام؟ تمام. يبقى هذول مش غاضبين عشان أنا بحبهم، بس هذول المتجوزين عاقلين عن زي حكيتنا وهدوك زي حكيتنا. الغالبية ما بعرف شغل، تمام؟ هذول ايش بنعرف؟ احكيها بالعربي وبعدين نحولها للانجليزي. لما اتعامل مع الباي على 2 3 باي على 2 اللي هي 90 270 ما بتسيبش الزوايا اللي عندنا جيت جدر غا غدا غا قدم، شايف حاسينهم؟ لما اتعامل مع الواي على 2 3 باي على 2 ما بنسيبش حد في حاله. اللي معاه ده باخذها منه واللي معهوش تعطيه. الجيب بتصير جده والجده جيب، والله معهاش ده بتخليها ايش؟ هذا بتصير قطع، والقطع ضاع، والقطع قطع، والقطع. حلو الكلام؟ بالانجليزي الساين بتصير كوساين، الكوساين بتصير ساين، التان كوتان، السيكنت كوسيكنت، والكوسيكنت سيكنت، قطع وقطع. بينما التعامل مع الصفر والباي والاثنين باي بنضلهم على
جذب خالي جذب والظل ظل وهكذا مع هذول الكلام ماشي الحال؟ مبدئيا عشان تفهموا كلامي عشان تفهموا الشباب لأن ربنا خلص ذكروا القصة خلص الآن لو كتبت كوزاين باي على 2 زائد اكس هاي كوزاين باي زائد اكس حلو الكلام؟ مع التسعين الكوزاين حتطلع لي ايش؟ الجذر تطلع ايش؟ جيم اللي معاها الجذر تاخذها منه الجيم حتطلع جذر طب الجذر حتطلع ساين اكس طبعا هذا بعد قليل ان شاء الله نثبت اثبات انه هذا الكلام صحيح اثبات القوانين لكن انا بنعملها لسه عشان نحفظها الكوزاين بتطلع لي ايش؟ مع الباي عندنا بتطلع ساين لكن مع الباي الناس متجوزين العاملين الكوزاين ايش بتطلع؟ كوزاين زائد ايه فبتطلع لي كوزاين اكس حلو الكلام؟ بضل عندي الفرق بينها انا بدي اراعي اشاره الاقتران في الربع الذي تقع فيه الزاويه باي على 2 زائد في اي ربع؟ ثاني ثاني والكوزاين في الثاني ماله؟ سالب سالب ولا موجب؟ سالب يبقى حطها انا ايش؟ تمام؟ هان باي زائد باي زائد في الثالث والكوزاين في الثالث كل شيء لا سالب سالب قول ساين تان قلنا الكاس مظبوط كاس كوزاين مع مين السيك هان وسيك طبعا كله للاكسات او ديتا والبيتويا تان ومين وتان اكس وانا بدي اذكرها بدي اخلص خلصينا كل جهه الغالب جهه الداهيه كل جهه الغالب جهه الداهيه كاس اي حد فانا هذه باي زائد في الثالث والكوزاين في الثالث سالب اذا بتطلع لي سالب يبقى مع الباي على 2 او 3 باي على 2 سواء زائد او ناقص كل واحد نفس القصه يعني مثلا لو قلت سك 3 باي على 2 زائد اكس كل زائد بتحط ناقص؟ طب بنرجعها مثلا المهم السك مع 3 باي على 2 ايش تطلع؟ سيبين ده من الاول ايش تطلع؟ في الرابع احنا نحط الاشاره قبل يا بحط الاشاره قبل يا بحط القران انا بفضل احط القران بعدين ارجع للاشاره والتنتين صح بالضبط القاف تطلع ايش؟ قدر مع الثلاثه باي على 2 يبقى هتطلع لي كوسيكال اكس الان طلع عندي الاشاره الاشاره لهذا الاقتران مش للي طلع انا قاعد بكتب الناتج صح؟ لما اقول لك بالعربي ظل ال 120 درجه المفروض تطلع لي بالسالب لان 120 في الربع الثاني والظل في الثاني سالب فانا بقلل اللي بكتبه هان جوابها واشاره الظل في الربع الثاني مش تقولي لي هذه هو الربع الثالث موجب ماليش دخل فيها انا اللي بدي اياها واضح؟ انا عندي السك هزه في الربع الرابع والسك في الرابع موجب يبقى سك في الرابع موجب يبقى ضربها ايش؟ سيك صارت كوسيكانت ليش؟ لانه مع ثلاثة باي على 2 كل هذا تشوفه بالاثبات ان شاء الله الان لما اكتب برضه سالب نفس المسألة ساين باي ناقص اكس ايش حطها عندي؟ الساين مع الباي ساين ساين اكس ساين اكس على طول فأي ربع في الثاني يبقى ايش؟ الساين جدا بيطلع لي موجب سبعه تمام؟ طيب ارجع للملاحظه اللي مكتوب عندنا واقول لها ساين اكس زائد 2 باي طبعا هذه ابداليه ولا مش ابداليه؟ يعني ممكن اكتب ساين 2 باي زائد اكس بقدر طيب 2 باي زائد اكس الساين مع 2 باي ايش تطلع؟ ساين 2 باي مع المحترمين صح معناته ساين ساين مين؟ ساين اكس بضل عندي الاشاره في اي ربع؟ الاول يبقى موجب بضلها موجب
تمام؟ لو قال لي tan x زاد n باي tan x، هذا أول حاجة في الربع الأول يبقى ممتاز. لو قال لي tan n باي ناقص x، n باي ناقص في أي ربع؟ طيب هاي n باي موجودة هاي هي ماشي، بدها تكمل قال لك ناقص x، بدل ما أكملها بشيل x. يبقى وقع في الربع الرابع سالب. يعني أول حاجة تان يطلع لي تان إكس إيش؟ بسهل. حلو الكلام؟ يبقى هذه القصة تبعتنا قصة حزينة ولا كويس واضحة؟ تمام. مع الباي واثنين باي ومع الصفر تطلع زي ما هو، مع الثلاثة باي على اثنين أو الباي على اثنين بيغير الساين يصير كوساين والتان والتان وهكذا. عشان هيك أنا بفضل الناس المحترمين المؤدبين لا يستخدم ساين كوساين وضرب كوساين، ما بتغلبنيش، بتضل عندي قصة الإشارة. أما في الباي على اثنين، ثلاثة باي على اثنين، هذه الصين بصير كوساين، بتضل برضه مراعاة إشارة الربع اللي بقع فيه والاقتران اللي على الشمال مش اللي على اليمين. فالملاحظات الآن المكتوب عندي على نفس هذا. طيب سؤال لو قلت كوزاين، ايش هذا كوزاين؟ بدي ايش هي؟ بدي تان ناقص اكس، تان ناقص اكس ايش بتساوي؟ تان قلت في ضمير مستتر صفر. قبل بدي اعيد تبدا بس عشان انشا القاعده، صفر ناقص اكس والصفر عند ناس المحترم صح؟ حيطلع عندي تان اكس في اي ربع؟ في الرابع، والتان في الرابع ماله؟ سالب. اصبح عندي تان ناقص اكس، تان ناقص اكس ايش بتساوي؟ إذا ايش بستنتج؟ في حاجة قلناها قبل ايش؟ ايش بستنتج خاصية تان؟ اقتران فردي، احسنتي، اقتران فردي اف وناقص سالب اكس يساوي ماني سالب الثاني، مظبوط ولا لا؟ هاي بدي اياها الناس بتطلع، الناس تطلع وتنزل يبقى التان اقتران فردي. طب نيجي للساين، ساين ناقص اكس ايش بيساوي؟ هي ضمير مستتر تقديره صفر، صفر يبقى الساين بيطلع لي ايش؟ ساين. اول حاجه بيطلع لي الساين اكس في الربع ايش؟ الرابع يبقى سالب، برضه الساين اقتران فردي ومقلوب نفس الكلام مظبوط. طب نيجي للكوزاين ناقص اكس، هذا عباره عن كوزاين صفر ناقص اكس، يبقى الكوزاين بيطلع لك كوزاين صح؟ في الربع الرابع الكوزاين ماله؟ موجب، اذا الكوزاين اقتران زوجي صح؟ اذا الكوزاين ومعكوسها اقتران زوجي لو بقى في الربع الرابع، والساين والتان ومقلوبات فرديات تمام؟ هذا الكلام مكتوب عندنا في الملاحظه ها؟ تحت. حلو الكلام؟ يبقى احنا حفظنا القاعده تبعتنا الاعداد الزائد الصفر والباي اثنين باي كيف بتعامل معها ومع الباي على اثنين وثلاثة باي على اثنين. هذا الكلام حنلاقي كمان شوي، حنلاقي عبارات هذه اللي كلهن تقول لي اوجد ناتج لها ثم اثبت او اثبت انه هذا بتساوي هذا. الاثبات بيجينا عن طريق متطابقات بناخذها ان شاء الله. في حد مش واضحه قبل ما امسح؟ ثاني واضحه هي. طب هيدا شايفينها؟ هم زمان يقولوا العباره انه جيب الزاويه يساوي جيب المكمل. سمعتوا فيها العباره ولا لا؟ جيب الزاويه يساوي جيب المكمل. لو كانت الزاويه مثلا 30 بتساوي جيب ال 180 ناقص 30 هي جيب ال 150 صح ولا لا؟ جيب الزاويه يساوي جيب المكمله. هل جدى الزاويه يساوي جدى المكمله؟ يعني هل سؤال
هل كوزاين اكس بيساوي كوزاين باي ناقص اكس؟ لانه هذول الاثنين متكاملتين صح ولا لا؟ لانه الاكس لو جمعت لو باي ناقص اكس ايش بعطيني؟ تروح هل مع هل بعطيني باي متكاملتين. هل كوزاين هل بيساوي كوزاين هل؟ ما استعجلش، انا الحين معطيكم قاعده عشان تستخدموها. مش اسمي يجي على بالك تحكي افكر، طلعوا من هذا، انسوا اللي هذا، انسوا هذا، حللوا هذا، هذا شو؟ ايش هذا بتعطيني؟ اول حاجه بتطلع لي كوزاين اكس، بعدين سالب، يبقى كوزاين اكس لا تساوي صح؟ لان بالسالب ما ينفعش، كوزاين اكس بتساوي سالب كوزاين اكس، صارت خلاص تبدي ولا حد ولا ربي ولا اي حد. يبقى هذه عشان هيك احنا بنقول جد الزاويه بتساوي جد المكمله، بينما جد الزاويه بتساوي سالب جد المكمله. جد الصفر قديش؟ جد الصفر واحد، وجد ال 180 سالب واحد. حافظينها؟ ولا بدنا نحاسب ولا بدنا نحاسب؟ وضحت لك اياها انا؟ على الانباع والازواج المنتبه؟ بالضبط تبع السفر اللي هو ايش قلنا احنا؟ السفر الزاويه المرتفعه تبعه واحد صفر تبع 180 كوزاين ساين كوزاين ساين. فكوزاين السفر واحد وكوزاين 180 سالب واحد، هم متكاملتين. فجد جد الزاويه تساوي جد المكمل بينما الساين يساوي الساين. كل الكلام يخدم على بعض يعني يصدق بعضه بعضا. اوكي. نروح الان للامثله. قبل ما نشوف المثال اللي عندي الاقتران، مين الاقتران الزوجي من الاقترانات المثلثين؟ الكوزاين والسيكنت. صح؟ الكوزاين والمقلوبه والباقيات الاربعه فرديات اللي هي الصاين والمقلوبه والثانيه والمقلوبه. تمام؟ الان هنستخدمه في الحل. طيب هو صحيح انا في الكتاب الاصلي بيجيب سيره الايفن والود فانكشنز كتب بي، لكن احنا جبناها في اسئله من التمارين برضه من الاركان. فاحنا ناخذهم كمثال. المثال بيقول لي ديتيرمن whether the following functions are even odd or not. حدد ما اذا كانت كل من الاقتران التاليه زوجيه او فرديه او ليس مما سبق. لا زوجيه ولا فرديه. معطيني اف اكس تساوي القيمه المطلقه لاكس كوزاين اكس على ان تربيع اكس. طبعا المثال عشان اشوف هذا الاقتران زوجي ولا فردي ايش لازم ابدا؟ اجيب ايش؟ اف سالب اكس. تمام احسنت. اثنين بشوف اف سالب اكس بروح على قاعده الاقتران كل اكس راح سالب اكس. يبقى القيمه المطلقه سالب اكس كوزاين سالب اكس تان تربيع اكس تعني تان اكس كل تربيع وهي لا تساوي تان التربيع هان على الاكس لكن هان تان على الاقتران. واضح؟ مربع الاقتران فهي تان اكس الكل تربيع. هذه هي الفكره. فهي تان ناقص اكس كله تربيع. عوض هان سالب اكس اللي هو حطان سالب اكس. الان استخدم خواص الاقترانات. القيمه المطلقه اكس كوزاين زاوية أصلا. القيمة المطلقة لإكس والكوزاين. هي اقتران زاوية كوزاين إكس. الآن هذه الجوز هي التربيع. تان ناقص إكس، التان زاوية ولا فردي؟ يبقى أعطيني سالب تان إكس. صح؟ مع التربيع بتوزع التربيع بتصير هذه الموجة وهذه التربيع بتصير القيمة المطلقة لإكس كوزاين إكس على تان تربيع إكس بيساوي اكس. يبقى اف ماينس اكس تساوي اف اكس اذا اف از ايفن.
فانكشن. تمام؟ الاف اقتران فرق. هذا المثال الاول. امسح مكتوب صح؟ هذا المثال الاول. شوف المثال الثاني. اف اكس تساوي اكس اس 4. ناقص 4 على اكس زائد تان اكس. اكس زائد تان اكس. نجيب ايش؟ اول حل. اف ناقص انفصل اكس خطوات الحل. يعني على الاقل قاعد بتدبر. مش هقول استنى المطر ينزل علينا. فاش. لازم اكون حافظ ايش اول خطوه بتزعل. قول اكس تعالوا نطرحها سالب اكس والباقي ينزل كما هو ناقص 4 سالب اكس سالب كوتان سالب اكس سالب مع زوجي سالب مع زوجي موجب اكس اس 4 ناقص 4 سالب اكس الكوتان زوجي ولا فردي؟ فردي يساوي سالب كوتان ها زيها؟ لا لا الباص نفس الباص لكن المقام مختلف لانه هو ليس زوجي 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 ولا لا؟ فأنا حتى الآن بقدر أقول مبدئيا أنه لا يساوي عفوا إذا لقيته مش فردي كمان فقول خلاص لا زوجي ولا فردي وبكمل الآن بتاخذ سالب من مين؟ البسط بدي أحافظ عليه، بتاخذ من المقام يبقى حيساوي اكس اس 4 ناقص 4 على واحد سالب اكس سالب ممتاز هذا صار زي البسط، لكن في ناقص في سالب السالب هذه يعني سالب اف اكس يا بنحطها للبسط يا للكسر عشان يكون العدد في أبسط صورة صح؟ لازم يكون المقام موجب السالب يعطيها غير البسط غير الكسر يبقى هذه بقدر اقول انا لو اعطيتها للكسر وهينا اكس اس 4 ناقص 4 على اكس زائد كان اكس هذا كله هو اف اكس يبقى هذا بيساويني سالب اف اكس يبقى هذا بيساوي هذا كده اف اس تمام؟ الاقتران الثالث يطلع لنا يعني احنا حاطينه على اساس انه يطلع لا زوجي ولا تمسح اللوح خلاص مكتوب اذا بدك اي حاجه زياده ممكن تضيف فيها الكتاب مش موجود اذا مش موجود خلاص مفيش داعي رقم ثلاثة الاقتران عندي ساين اكس زائد كوساين اكس ساين اكس زائد اكس على سيك سيك اكس او سيك اكس زائد نبدا بايش؟ زائد اكس تساوي ساين زائد اكس زائد واحد على سيك زائد واحد ما بقي خالص سالب ساين اكس لان الساين فردي سالب لانه زوجي على زوجي مقبول بالكوساين غير سالب المقام نفس المقام طب البسط فيش مقول معنى الاول يبقى هذا لا يساوي اف اكس صح؟ طيب بدي اخذ سالب بدي احافظ على المقام عشان زي المقام باخذ سالب من البسط واشوف هل حيطلع مشبه هذا ولا لا أقول يساوي هاي سالب هذا حصير ساين اكس ناقص كوساين اكس ناقص واحد على سيك اكس زائد واحد هذا اللي هو هذا هو نفس الرقم وهي هذه بدنا نحط الاشاره سالب للجميع هذا لا يساوي سالب اف اكس يبقى من هذول الاثنين اذا اف اكس ماينر اذا دور ماينر طيب هيك هذه امثله كانت المفروض نخلصها احنا المحاضره السابقه
بتمشي مع باقي الشعب، لكن اليوم كلهم بدلوا معهم من الترجمات ايدنتيتيز والطبقات المثلثه. نركز فيها ونسمع كويس ونعمل هذا ان شاء الله. هذه المطابقات مشهوره عندنا واحنا عارفينها سابقا استخدمناها، لكن بدنا نشوفها بشكل او طبقه جديد اللي هو بالانجليزي، نشوف كيف نتعامل معها، هل احنا فعلا ضليين متذكرينها ولا لا؟ بالعربي جدا تربيع سي زائد تربيع سي واحد زائد ضاد تربيع سي تساوي واحد زائد ضاد تربيع سي تساوي قد تربيع سي. صح، كان عندي ج س زائد ص وفي جدا س زائد ص وفي ظل س زائد. مر عليكم الكلام ولا لا؟ طيب تذكرت فيها بس عشان نحفظها، ولأننا نشتغل بالانجليزي وخلاص. عربي تذكر؟ لا بالانجليزي. طيب بالانجليزي اه ممتاز. طيب بالانجليزي ان شاء الله. انا عارف مستواكم اعلى من الكلام طيب الان اشوف المطابقات. ولو كانت سالب تكون مشابه وتحت مخالف.
فاهمين؟ يعني هل موجب يكون موجب سالب، واذا سالب يكون هذا سالب موجب. فاش واحد يقول سالب موجب اكتبها موجب سالب كل واحد، لا ترتيب الموجب موجب سالب 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 موجب. هذا بنقول تان اكس تان واي واحد ناقصه زائد حاصل تضرب تان اكس تان واي. هذا الاكس حلو الكلام. هذه المطابقات مرت علينا قبل كده اكيد مرت. توجيه ولا تنين؟ الآن بدنا نستفيد من هذه العلاقات كلها لاستنتاج متطابقات جديدة. أول متطابقة جديدة بدنا نقولها اللي هي بدنا نقول رقم 3 ساين 2 اكس ايش بتساوي؟ 2 اكس عبارة عن ايش؟ اخذ بالي هذا كلام خوش غير بيسالني في سؤال
اللي جاي من هذا العمل نحفظها عشان نقدر نقول كده خلص من الصايم قبل وبعدين نروح للمصحف. يبقى اول علاقه هذه استنتجناها من قاعده الجمع او الاضافه. طيب احنا بعدين قلنا كوزاين اكس زائد واي، اتفقنا الكوزاين تنكتب ايش؟ كوزاين كوزاين ساين ساين اكس واي اكس واي بالزائد ناقص. تمام. طب انا الان بستبدل الواي باكس عشان احصل على واحد اسمها نعتبرها اربعه او خمسه او وات ايفر، بدي كوزاين 2 اكس ايش بتساوي؟ انا هروح استبدل الواي بايش؟ الاكس، وكل واي هستبدلها الاكس لانه ما ضلش عندي وايات. يعني اكس كوساين اكس كوساين اكس ناقص ساين تربيع اكس هاي صورة. اذا هذه بتساوي لي كوساين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس. لو انا خربطت مين قبل ممكن استبدل قاعده النورمال صح؟ او بتقولي الكوساين مغاوزه مع جنبين كوساين مغاوزه مع جنبين، هذه كوساين وهذه كوساين خلتها هي موجب الساين الغريبه خلتها بالسالب، يا بتساعد حالك عشان تحفظ. هذه الصوره الاولى لكوساين 2 اكس. طب هذه العلاقه، طب بقول انا عندي كوساين تربيع اكس زائد ساين تربيع اكس يساوي واحد. طب هذه العلاقه لو بدي اخليها بالكوساين بحت بدل الساين لكل اكس، الساين من هنا ايش بتساوي؟ تمام. يبقى هذه بتساوي كوساين تربيع اكس ناقص ناقص هاي واحد ناقص كوساين تربيع اكس، نشغل الناقص صار كوساين تربيع اكس ناقص واحد ناقص هذه مع اختها صارت اثنين اثنين كوساين تربيع اكس ناقص واحد ناقص واحد. تمام. اول بالضبط. انا بقول طبعا انا ناظر الاستنتاج، انا مخلص الاعداد هناك النتيجه. هل احنا نشوف كيف نعمل؟ كل القصه نتعرف عن مره عن سنه بيوت اثنين نتعرف عن كوزاين. خلينا انا بدي ساين، انا بدي ارجع للعلاقه هنا بدي اياها بدلاله الساين، فحافظ على الساين وغير الكوزاين. هذا ايش بتساوي؟ واحد ناقص ما فيش لعبة ولا ستة. وهذه بتنزل ناقص ساين تربيع اكس. واحد ناقص اثنين ناقص واحد ناقص اكس ناقص اكس. واحد ناقص اثنين ناقص صح ولا لا؟ لأنه أنا في ضمير مستتر تقديره واحد وأنا سالب واحد ما سالب واحد. يبقى هذا بسوي لي واحد ناقص اثنين ساين تربيع اكس. يبقى هذه الصورة الثالثة للنظام اثنين اكس، واحد ناقص اثنين ساين تربيع اكس. هاي ثاني مره الكوزاين متغاوز مع قريب صح؟ الكوزاين ما خلت الكوزاين موجب، ها؟ هي الموجب والناقص واحد، لكن انا واحد ناقص الساين. لا الحفظ هذا مساعدنا على الحفظ، لما استخدم القاعده. كمان هذه الزاويه ضعف هذه الزاويه. تاخذوا بالكم، احنا بنقول كله اكسات، لا في 2 اكس وفي اكس. صح؟ يعني هذه لو صارت اكس بدل 2 اكس اكس على 2 اكس على 2 اكس على 2 اكس على 2 كله بيبقى اي علاقه. تمام؟ صور قاعدة اه خلص كله مكتوب. طيب اوكي الان بقدر استنتج كمان بدي اقول ثاني 2 اكس خليها لا هذول اهم. تاني 2 اكس قريب نستخدمها، بنستخدم الساين 2 اكس او زائد اكس في التكاملات اخر. يعني لاحق ان شاء الله. من هذول النشاطين بقدر اطلع كوزاين تربيع لحالها ايش بتساوي؟ انا عندي كوزاين 2 اكس بتساوي 2 كوزاين تربيع اكس ناقص 1. بدي هذه لحالها دول الاثنين من واحد. بتطلع كوزاين تربيع كوزاين 2 اكس زائد 1 على 2 صح. كمان مرة كوزاين 2 اكس زائد 1 على 2 اه كله على
خلينا نجيب واحد هنا بتجيب من موجة كوساين اكس زائد واحد بيطلع الشكل هذه 2 كوساين تربيع بتتبع الشكل هذا كوساين تربيع اكس هاي 2 بقسم على 2 بقسم على 2 هيك او بقول نص في كوساين 2 اكس زائد واحد تمام نفس القصة على الصيغة الثالثة الأخيرة أنا عندي كوساين 2 اكس تساوي 1 ناقص 2 ساين تربيع اكس بدي هذه باخذ هذا الشكل هذا وبدي هذه انا بتصير ساين تربيع اكس بتساوي 1 ناقص كله على 2 او 5 تمام هذا كده كله مسجل بس احنا بنشوف من وين بنستنتج فانا بستنتجها احسن ما اخذت يعني كنت مش متاكد من حفظي ممكن استنتجها في ثواني بكون خالص اوكي نقول تان 2 اكس بالمرة تان 2 اكس ايش بتساوي؟ تان نقول 5 او 6 هذول والله دول متبرعات طبعا مكتوب كله عندنا رقم 5 بدي تان 2 اكس اصلا تان 2 اكس عبارة عن ايش؟ اكس زائد اكس قلنا بتساوي تان الاول زائد تان الثاني مظبوط على واحد ناقص تان الاول في تان الثاني حلو تان الثاني تان زائد تان 2 تان اكس على واحد ناقص تان تربيع اكس يا ريت ما تقولش تان الثاني نعوض عنها بالسكه صح؟ تربيع لا انت مظبوط عشان انا ناقص خلاص كمان برضو الزاوية تهام نص تهام لازم احنا خلاص ناخد بالنا من الكلام لما تهام 2 اكس يعني لو كانت هذه اكس هتصير هذه اكس على 2 اكس على 2 طيب نشوف تطبيق على هذا الكلام طويل على السريع نشوف الموجود عندي في هذا الكلام معظمه المطابقات انا كتبت المطابقات في الكتاب وخلاص مش عارف ما بعد الامثله ولا شروحات ولا كيف استنتاج حناخذ هنا بعض الامثله الان تطبيق على الايدنتيتيز اكزامبل بقول يوز ذا اديشن فورمولاز تو ديرايف ذا ايدنتيتيز استخدم الصيغ تبعت ساين اكس زائد واي وساين اكس زائد واي وتان اكس زائد واي خلينا الصيغه الاولانيه استخدمها لاثبات تو درايف لاشتقاق كوساين اكس ناقص باي على هل سؤال كوساين اكس ناقص باي على 2 تفرق عن كوساين باي على 2 ناقص اكس ما حدش يستعجل مش عارفين ضرب 30 احسن إذا تقول لي ولا تقول لي لا تقولها ليش؟ تمام؟ لازم أكون يعني باني جوابي على تفكير، بدي أحسب هو بعد ما يتبلش. كوزاين إكس ناقص باي على 2 هي نفسها كوزاين باي على 2 ناقص إكس، يعني قلت لك ليش؟ استنى شوي أنا مش هجاوب. الآن لو قلت لكم كوزاين باي على 2 ناقص إكس في أي ربع؟ الأول والكوزاين ايش حيطلع عندي؟ ايش حيطلع الاقتران؟ الإشارة كمان منها موجب ايش هذا الأمر؟ صايد أنا مع هي مش غلطين بعد تقدر بعد تقدر تطلع لي ساين الإكس صح؟ والإشارة موجب ما في شيء قال لك طلع لنا هيك ولا لا؟ قول لي احنا حاسين يا ريت هذه يا ريت هذا السؤال مكتوب زي هيك لكن مكتوب إكس ناقص باي بقدر اعدلها. ليه تجيبها اصلا؟ بالفعل القانون هو قال لي استخدم القانون كوساين فرق بين اقترانين او نعم اقترانين او خمستين مختلفين ايش بيطلع عندي؟ فرق بين زاويتين كوساين كوساين زائد ساين ساين وبفك وبعوض حيطلع ساين اكس 100% لا
لكن انا بدي اجيبها من صوره الاقتران الزوجي والمادي اللي اخرها شويه. كويس؟ طيب عشان ما نغيبش راسي بدي اطبق في الاول القانون تبعنا ونطمن ونرتاح انه هيطلع لي اكس واشوف كيف بدي اخليها بالصوره. قانون الكوزاين ايش بيساوي؟ كوزاين كوزاين الناقص زائد ساين ساين الزاويه ولا باي 2 اكس؟ اكس لا الان ال 90 هي الزاويه المرتبه تبعها صح؟ صفر واحد هي الكوزاين وهي ساين مظبوط ولا لا؟ احسن من الاله الحاسبه هيك على طول ثواني بخلصها. يبقى كوزاين ال 90 صفر كوزاين ال 90 يبقى هذا عباره عن كوزاين اكس في صفر زائد ساين اكس في واحد هذا يساوي صفر زائد ساين اكس ويساوي ساين اكس خلصت بسيطة. وقول لي ايش؟ استخدم قوانين الاضافة لايجاد او اثبات صحة ما يلي استخدمنا. الان سؤالي هذا الان هل هذه هي نفس هذه ولا لا؟ هي طلعت نفسها بس هي تبرير. يعني سؤالي هل لو كانت هذه ساين اكس ناقص باي على 2 حتطلع هي نفسها ساين باي على 2 ناقص اكس؟ لا لا كويس كويس اجل مظبوط كلام 100% كده كلام 100% صح. ايش بتعمل هنا؟ شوف عندي هنا كوزاين شايفين ما شايفين لسه التمنيح كوزاين اكس ناقص باي على 2 هذا عباره عن كوزاين معلش ارفع كوسين خذ السين بعد المشترك من هذول بصير عندي لا عشان لو دخلت السالب بصير هذا سالب وهذه موجب زي ما الان الكوزاين ايش موقفه؟ بيعتبر لي هذه اتش كوزاين ناقص اتش كوزاين ناقص اكس هو نفس كوزاين اكس فهذا عباره عن كوزاين باي على 2 ناقص اكس هذا فقط لانه اقتران زوجي. تصور لو كانت ساين لتطلع السالب برا والله يعني قصدي بقدر الاقي لها حل يعني في الاخر بقول لها لا مش انا قايل لك هذه بتساوي هذه صح؟ لو ساين تطلع ايوه اشتغلنا الساين لا او الكوزاين لا صح؟ اوكي طيب عشان ما نضيعش الوقت عشان خلي هل حندوس؟ لا اكتبه ثاني عشان السنه تصوري الصوت في ناقص ها؟ استنى صورتيها قبل ما احس هذا هذه الكاميرا اللي بتصور على طول شايف ايش كذا يبي انسحب انا هذه معلومه هيك على الناس بس ماشي يعني تحطوها على الهامش على البياض براغ الهام او كتبت لكم اكسرسايز اكسرسايز انت بعد ذلك اكسرسايز يعني تحلول الحال كوزاين ناقص اكس كيف بدك تحلوها؟ كوزاين ناقص اكس لما يقول لي كوزاين ناقص 6 صفر ناقص ايوه بديش انا اطلع الجواب اللي بيساوي كوزاين اكس لانه زوجي لا اقول له هذا عباره عن كوزاين صفر ناقص 6 وتساوي كوزاين كوزاين زائد ساين ساين يعني لو طالب انا بقول كوزاين ناقص 6 تساوي كوزاين اكس لانه عباره عن زوجي صح لكن هو قال لي استخدم المتطابقات لايجاد صح يعني هو بيلزمني طريقة الحل. أنا شرحت لكم إياه عشان تعرف إيش يطلع لي الجواب ممكن نطمن إيش حيطلع. لكن أنا ما يلزمني أنا مضطر أقول له كوزاين صفر إكس صفر إكس. كوزاين الصفر. أيوه صح؟ واحد صفر. يقول لك كوزاين يصير واحد كوزاين إكس زائد صفر كوزاين إكس يساوي كوزاين إكس زائد صفر ويساوي. هي فعلا لانه اقتران زوجي.
كيف رسمت حد الكره رقم واحد؟ اثنين كيف بضلكم؟ ثلاثه من الناس صح؟ نلحق قبل ما يوقفونا المعنى. اكزامبل اللي تحته والاكسبريس ذا جيفن كوانتيتي ان تيرمز اوف ساينس اند كوساينس. عبر عن طبعا هنقوله مفهوم من اكسرسايزز او مصادر خارجي يعني الشيء اللي طبعا قدام هذا الكلام شو موجود هذا خلص اكسل اس تقريبا معطيني كوزاين باي زائد اكس بيقول لي عبر عنها بدلاله اكس بدلاله اكس ساين او كوزاين او تان طلعوا لي الجواب بدلاله ساينس اند كوزاينس كوزاين باي زائد اكس احنا عارفين انها تحتاج على اي وقت المطلوب هذا يطلع جوابه ايش؟ الكوزاين مع الباي كوزاين اكس في اي ربع؟ ثالث الثالث قال سالب كوزاين اكس كيف اطلع هذا المساواه؟ انا عرفت الجواب بروح بطل بستخدم المطابقه تبعت الجمع تمام؟ كوزاين كوزاين ناقص ساين ساين وبعوض عن الباي ساين او كوزاين مع الربع عندي بيطلع عندي جواب ناقص كوزاين اكس تمام هذا بالنسبه لاي سي محلول عندكم وبي نفس الفكره بي نفس الفكره اروح للنوتس اللي تحت شايفين النوتس اللي تحت؟ بقول لي كل هذول انتم حافظينها عن غير هنا على قصه المشاغبين والمحترمين كله يعني لما يقول لي ساين باي ناقص تيتا الساين مع الباي ساين تيتا مباشره في اي ربع؟ الثاني بموجب لو كانت زائد في الثالث تصير ايش؟ سالب يبقى موجب لو كانت سالب في الثاني موجب لو كان موجب في الثالث يبقى سالب هاي اول واحده والبقيات نفس الكلام ننزل اللي تحتها لما يكون لي ساين باي على 2 ناقص تيتا الساين مع باي على 2 بيطلع لي كوساين تيتا صح ولا لا؟ في الربع الاول موجب لو حطيت موجب في الربع الثاني الساين موجب الاشاره حسب السؤال وليس الجواب الساين في الربع الثاني موجب ومشغل موجب في الحل تمام والباقيات نفس الكلام نشوف اللي بيقول لي شو دخل بنأدد واحد اثنين ثلاثه كويس تمام يساوي
الحصان الكبير ده ضرب الكوسين بتاعتي. الطرف الايسر يعني كاني حتكتبت اهو هنا. الاربعه الكوسيكانت كوسيكانت مضروب الصاين صح؟ القدم مضروب الجيب يعني هذا عباره عن واحد على صاين صح ولا لا؟ واحد زائد قدام تربيع واحد زائد قدام تربيع قدام تربيع والقدم هي ايش؟ شيء واحد واحد زائد كوتان تربيع في تساوي كوسيكان تربيع مبدئيا على غير يعني لو خليت هذا وعوضت ممكن اختصر يعني جميع اكثر من حد انا بدي اعوض عن هذه كوسيكان تربيع هذه المنتجات مطلوبه هذه مطلوبات التبادل جيب تربية زائد تربية بتساوي واحد، واحد زائد ضغط تربية بتساوي ضغط تربية، واحد زائد ضغط تربية بتساوي ضغط تربية، واحد زائد ضغط تربية بتساوي ضغط تربية. الآن هذه ما حدش بيعطيني واحد على كوسيكانت تربية تربية. طب الواحد بقدر أتركه تربية؟ يعني بقدر أقول هذه عبارة واحد على كوسيكانت بيتا كله تربية؟ لأن التربية بتوسع. طب واحد على كوسيكانت ساين هذا مفقود الساين يبقى عباره عن ساين ثيتا كل تربيع لاي مين؟ يساوي الرايت هاند تمام؟ ممكن الناس ثانيه تاخذ الكلام هذا نفس حاله كمان يقول لي الطرف الايسر ساين ثيتا في كوسيكانت ثيتا على كوسيكانت تربيع هل بقدر اعوض عنها ايه؟ واختصر هذا مع مين؟ مع التربيع اضحى التربيع بتصير ساين ثيتا على هذه ايش؟ مضبوط؟ حول النسبه لبعض بتصير ايش؟ ساين ثيتا ضرب ساين ثيتا اللي حتطلع ايش؟ ساين تربيع هذه يا بتصوروها يا بتمسح مش مستنى ما مش حاسس بتتردد مش مستنى على سلام خلاص خلاص هيك لو الناس كلهم قلنا في المحاضرة ما بتشوفوها ان شاء الله انا قلت لكم مش هستنى لانه مش شغل عشان مش معنى تاني شعر طيب بي يقول لي اثبت انه واحد اثبت انه واحد ناقص كوساين بيتا على ساين بيتا يساوي ساين على واحد زائد كوساين بيتا ويساوي تان بيتا تمام لو اخذنا الواحد ناقص كوساين بيتا على ساين بيتا اللي حاول اوصله للصوره هذه بتغششني هذه ايش علاقتها بالبسط؟ شو بدنا نسميها في توجيه؟ المرافق ممتاز يبقى بدل البسط والمقام في المرافق عشان تظهر لي هذه صح ولا لا؟ يبقى بقدر اقول الليفت هاند سايد بيساوي يبقى بيساوي هيك ويساوي واحد ناقص كوساين ثيتا على ساين ثيتا ضرب واحد زائد كوساين ثيتا على واحد زائد كوساين ينفع هيك؟ المقدار في المرافقه المقدار في المرافقه واحد ناقص تربيع كلمة مربع كامل يعني ايه ناقص بي كل تربيع مربع الاول ناقص المربع الثاني مربع كامل ما ينفعش تعبير في الرياضة مربع كامل يعني ناقص ايه تربيع ناقص اثنين ايه بي زائد بي تربيع
مش قصدي ان انا اشوف ايش مكتوب قدامه وخلاص، ما انا بقيت اسوي ايه بقى اكتشفه. يبقى انا هيساوي 1 ناقص نظام تربية المربع الاول ناقص المربع الثاني على المقام ساين ثيتا بمين؟ 1 زائد كوساين ثيتا. هذه عباره عن ايش؟ 1 ناقص كوساين تربية ساين تربية ساين تربية لانه غير معروف نقلنا نقلنا الكوساين عند الواحد فضلت على الشمال الساين يبقى هيساوي لي ساين تربية ثيتا على ساين ثيتا في 1 زائد كوساين ثيتا بتروح هذه مع التربيع بطلع عندي الطرف اللي في النص تمام؟ هذا المطلوب اولا انه هذه تساوي الان هذه بتاخذها تساوي ايش هنسميها؟ الطرف الاوسط والحد الاوسط والمقدار الاوسط الاقتران الاوسط ايش هنسميها؟ حركة الاقتران الان بقول نار ساين ثيتا على 1 زائد كوساين شيل هذه ايش مكتوب عندي؟ ثيتا على 2 كل متطابقه كنت اكتب لكم اياها اقول لكم المزاوده هنا ضعف اللي هنا هذا ضعف هذا لما كانت ساين 2 اكس قلنا 2 ساين اكس كوساين اكس طيب لو شلت الاثنين بتصير ساين اكس بتساوي 2 ساين اكس على 2 كوساين اكس على 2 مش كويس الرياضيات شافوا صح؟ لما قلنا ساين 2 اكس بتساوي 2 ساين اكس كوساين اكس رجعت قلت لكم يبقى ساين اكس هذا ضعف هذا حتساوي لي ايش؟ 2 ساين اكس على 2 كوساين اكس على 2 صح ولا لا؟ فانا عندي الان ساين بقدر اقول هذا عباره عن 2 ساين ثيتا على 2 كوساين ثيتا على 2 ولا ما بقدرش؟ صح هذه واحده هذه واحده نبهت كل هؤلاء قبل هيك قلت لكم حتنزل لحظه شوي طيب كمان قلت لكم كوساين 2 اكس بتساوي 2 كوساين تربيع اكس ناقص 1 او 1 ناقص صح ولا لا؟ ومنها استنتجنا انه كوساين تربيع اكس بتساوي مين؟ يعني يمكن الواحد طيب يوجد واحد زائد كوساين 2 اكس على 2 صح؟ واللهان نص اللهان طب اقول لك اضرب في 2 اضرب في 2 بتصير هذا ترجع 2 يبقى 1 زائد كوساين اكس طب هذه بدل لو كانت بدل 2 1 حتصير هذا ايش؟ صح؟ معانا ممتاز يبقى هذه بقدر اكتبها 2 كوساين تربيع ثيتا على 2 بنفع ولا ما بنفعش؟ بنفع 2 مع 2 والكوساين ثيتا على 2 مع التربيع بتصفى عندي ساين ثيتا على 2 على كوساين ثيتا على 2 يبقى تان ثيتا على 2 بيساوي لنا غاية الناس هون عشان نزلت المطابقات انا بدي اربط وعشان اقول لك على 2 خلاني ادور على تعويضات عن هذه وعن هذه نص الزاويه طب هذه علاقه كامله مع مين؟ مع الاثنين والثانيه من الكوزاين التربيع او كوزاين الاندكس اوكي ندوس اخر مثال والله الكلام الواحد بسرعه مش راح شوي شوي ها سليم؟ ماشي كويس ها؟ ان شاء الله. هو عشان مش حافظين بس شوي، لا انتوا حافظين بس مش حافظين بالانجليزي بس. اما انتوا حافظين انا عارف، انتوا حافظين كل حاجه. قولوا لي انا عارف. الله يسترنا في الامتحان. طيب اخر مثال قول لي سولف Thank you.
يعني اقول لي اكس جذر الثلاثة سي اكس تساوي كده ايه؟ يعني اكس تنتمي الى صفر اثنين وربع. وعندنا كاتبين كل ده تبقى نفس الكلام. طيب ايش يعني نصف اكس تساوي لاي ربع؟ في الأرباع الأربعة، يعني انك تدوري في الأرباع الأربعة على اللي حقق شروط المعادلة. شرط في كل أربع أرباع، مستحيل يكون في الأربع أرباع. يكون موجب في ربع يكون زاد في ربع ثاني، صح؟ طيب، صح؟ سك إكس يساوي 2 على جذر 3، صح؟ أكيد. وإكس تنتمي إلى الربع صفر واثنين. الآن السك أكبر من صفر، خلينا نكتب إيش يعني موجب؟ وين السك موجب؟ الأول والرابع ممتاز. الإكس إذا ضروري الإكس تنتمي إما للربع الأول أو إكس تنتمي إلى ثلاثة باي على اثنين. صح ولا لا؟ طيب اتفقنا قبل شوي انه الزاويه اذا وقعت في الربع الاول يعني اقول صفر زائد اكس اللي هي اكس يعني او اقول 2 واي زائد اكس. صح ولا لا؟ قلنا بلاش نعتمد الواي على 2 نشتغل على هذول المحترمين احسن. الربع الرابع 2 واي اكس او صفر ناقص اكس، صح؟ يبقى الان مين الزاويه في الربع الاول والسكنه من عدد الثلاثه؟ السك عبارة عن مين؟ سك اكس مش عبارة عن الوتر على المداول؟ صح ولا لا؟ مع قوس الحزام يبقى الوتر 2 والمداول هاي الثلاثة، يبقى هذه 30 لأنه هو واحد يبقى تساوي 30. يبقى إذا اكس هذا بقول إذا اكس بتساوي 30 اللي هي بنقول باي على 6 4. لما اكس تقع في الربع الرابع او اكس بتساوي 2 باي ناقص الباي احسن، تمام؟ يبقى اكس بتساوي 2 باي ناقص الباي احسن. ليش؟ لما تقع في الربع الرابع، لما تقع في الربع الرابع ها ما كملتش، هذا عندي الباي على 6 هذا معناته 3 صح؟ يبقى باي على 6 احنا 2 باي ناقص باي على 6، 2 باي قديش على 6؟ 12 على 6 ناقص 1 على 6 11 باي على 6 وهو يبقى اكس. اذا اكس تنتمي الى باي على 6 او 11 باي على 6، تمام؟ يعطيك العافيه. في مطلب بعدين هذول بنسميها لاحقا، بنحفظهم او بنرجع لهم لاحقا ان شاء الله. طيب هيك بكون خلصنا سيكشن 1-3 للقانونات المتبادله. اللقاء الجاي ان شاء الله بنكون شابتر 2 2 او سيكشن 2.2 ان شاء الله.